خلينا نعرف اكتر من خلال الاستاذ حسن ابو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. استاذ وفاء، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. برحب بحضرتك معانا. قول لي حضرتك هتبدا منين؟ من انتاج طاقه الرياح ولا من تسليم الشاليهات؟ يعني الاثنين يعني مهمين. خلينا نبدا يعني صباح اليوم طبعا رئيس مجلس الوزراء يعني سلم عدد من الوحدات السكنيه في مدينه العلمين الجديده. هذه المدينه اللي هو طبعا اطلقها السيد الرئيس في 2018، ولكن الشغل كان بيبدا فيها في 2017، يمكن خلال 6-7 سنوات اصبحت مدينه يمكن بتتسع عدد كبير من السكان. وهذه المدينه ليست مقتصره على فئات يعني معينه او يعني زي ما البعض كان بيقول للأغنياء، ولكن هناك عدد طبعا من الفئات يعني متوسط الدخل حجزوا في مثل هذه المدينة. ليست في الأبراج فقط اللي هم يمكن أكثر من 20 برج هيتم بناهم، ولكن هناك وحدات سكنية في الحي اللاتيني بتتسع لما يقرب من 40,000 وحدة سكنية. رئيس مجلس الوزراء الصراحة يعني اعتذر للحاجزين نتيجة طبعا يعني شوية تأخير في عملية يعني التسليم نتيجة طبعا يعني بداية من فيروس كورونا، بعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الدولار وما ذلك، ولكن هناك يعني التزام من الحكومة المصرية أن هي هتسلم كافة الحاجزين حتى يعني الصيف المقبل. يعني رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة المصرية مهتمة جدا بالوحدات السكنية وما ذلك، احنا عارفين هذا الأمر. وبالإضافة طبعا أستاذ ألفت، هناك يعني شاطئ مجانا، وفي كمان اتوبيس الجرين باص ده برضو للمجاني للتنقل في العلمين، في خدمات كتير مقدمه بالفعل، وده مهم جدا عشان خاطر اللي عاوز يروح طبعا يقضي يوم او يومين يستطيع، يعني بخلاف الاماكن الثانيه اللي هي بتبقى يعني مقتصرة على اللي هم موجودين فيها الدولة المصرية. وده طبقا لتكلفات القيادة السياسية في هذا الأمر هو وجود شاطئ مجانا. بالإضافة زي ما حضرتك تفضلت، هناك عدد كبير من الخدمات سواء مستشفيات أو الأبراج أو الوحدات السكنية وما ذاك، وإحنا شايفين هناك يعني بالإضافة أن يعني الدولة المصرية مهتمة جدا بهذه المنطقة على أساس طبعا في إطار يعني التطوير الشامل لمنطقة الساحل الشمالي وما ذلك، بالإضافة طبعا منطقة رأس الحكمة وما ذلك. ولكن احنا عارفين هناك يمكن حوالي 38 مدينه يعني جديده على مستوى المحافظات المختلفه، والدوله المصريه مهتمه جدا عشان خاطر الزياده السكانيه وما ذلك. رئيس مجلس الوزراء يعني اكد ان الدوله يعني بعد ان انتهت طبعا من القضاء على العشوائيات وما ذلك بتتوسع في بناء المدن الجديده، بالاضافه عمليه السياحه دائما. وجودك بيضيف لنا، يعني انا بشكر حضرتك جدا حقيقي، يعني وجود حضرتك دايما بيضيف لنا في هذا الملف الخاص بشؤون مجلس الوزراء. بشكرك جدا استاذ حسن ابو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.